الجيران. ما انا ما بحب روح لحالي، والجيران مقفلتين وما معهم يروحوا معي، فاصريت اعزمهم كلهم. بعدين شو هن ال 600 دولار؟ اذا بتعطيني اياهم بتريحني، ما بتشتري راحتي ب 600 دولار؟ انا برتاح كثير اذا بتعطيني 600 دولار. يا حياتي ما اذا اعطيتك ال 600 دولار انا ما بقعد مرتاح. يا حياتي دخيلك انا على الحركات ما بقدر اه افرده. يا حياتي خلص تكرم عينك، رح اعطيك 600 دولار، ليش بتسترجي ما اعطيك 600 دولار؟ هيدا هو جوز اللي بحبه. ميرسي فدو، غنوي فدو. يا غنوي فدو. الله لا يوفقك يا حماتي، ما كان فيهم بدل ما يشدولك وجهك يشدولك لسانك. حضرتك انت بلعت لسانك. سليم اسمعي عم صرخي وكل هيدا بزايد لك، ما حسيت علي شزعت بريقك وكنت اختنقت. بده يكون حدا حابك كثير وجاي بسيرتك. ايه بعرف، بعرف مين عم يجي بسيرتي، بعرفه. لك اخ كيف قبلت اعطيه بيتي؟ كيف ما بعرف. لك شو مبين رجعت نمت؟ سليم قوم فيك جيب لي كباية مي. كباية مي؟ تكرم عينك. ليك ليك سليم، هيك هيك قمت لفل العروس. بتعرفي ايش وكان هيدا؟ ايش؟ اليوم صرت آمن بالأبراج. ليش؟ اليوم سمعت برجي قال انه بده يصير عندي حدث بالبيت يمكن يغير لي حياتي للأفضل. وليش شو صار معك بالبيت لتتغير حياتك إلى الأفضل؟ أنت تشدقتي بريقي بعد الظهر. احلى وقت هيدا. ايه عفاك برافو. ايه طيب حياتي؟ لا ما رح اتعوق. بدك شيء؟ ايه رح اجيب لك بوزه. ايه بعرف انك بتحب البوزه حياتي، تكرم عيني. لك يا حياتي انت باي حياتي. اه يا ابو الفهد، اه يا حلال المشاكل. الو مرحبا، كيفك استاذ مفيد؟ ما كون عم بزعجك استاذ مفيد. اذا بتحب تشرفنا بزيارتك لعنا على البيت نهار الخميس، شو رايك؟ ما عندك مانع؟ لا انا ما عندي مانع. ايه منيح الخميس. اوكي اي ساعه بتحب تشرفنا؟ لا ما عندي مانع، الساعه اللي بتريحك يعني. منقول 5 بعد الظهر منيح؟ هي عظيمة 5 بعد الظهر. اوكي رح أجد الموعد عندي الخميس الساعة 5 بعد الظهر. ايه ناطرينكم. ناطرينك عفوا. اوكي باي. داولة تجي وتذوب علي يكذبش خطي لاني بدي. الو اهلا مين؟ هاي رندا. ايه ولو عرفتي كيف عرفتك؟ رندا من الانستيتو. منيحة. وانت بخصوص شو؟ بخصوص موعد الخميس؟ ليه بدك تلغيه؟ طيب اوكي رندا، امتى فيك تعطيني موعد تاني؟ الجمعة؟ لا دخيلك لا، من هلأ للجمعة بهر وشي رندا، ما فيي، لازم تعطيني بكرة. دبري يا رندا بليز. أربعة ما بهم، أربعة بيجي سات اللي بدك، أربعة كثير منيح. خلص ما في لزوم التلفن لحدا، أنا بتلفن للكل وبخبرهم. أوكي ولا يهمك. أوكي باي. خي تقدم الموعد بدل الخميس صار بكرة. لازم بسرعة انزل خبر الست خولة لتلحق تاني عمو مخول يتحمم قبل بكرة. هلا من بعد ما عملولكم مساج لوشكم وحطولكم الماسك
الخطوة الثانية رح بتكون بلفظ كلمات بتساعد على شد عضلات الوجه وبتخفي التجاعيد. فإذا قولوا وراي.